مجيد بوغرا أو الماجيك، سخرة دفاع المنتخب الوطني، مسجل هدف التأهل إلى مونديال البرازيل، لاعب قدم الكثير للمنتخب الوطني، كيف لا وهو أقدم عنصر في تشكيلة المنتخب حاليا. ما فعله مجيد بوغرا جعله لا يقل شأنا عن صانع ملحمة أندرمان، المدافع السابق للفريق الوطني عن تريحيا الذي بفضله تأهلت الجزائر إلى مونديال جنوب إفريقيا. مجيد بوغرا من مواليد 7 أكتوبر 1982 بفرنسا، بدايته الكروية كانت مع فريق جينون فرنسي، ثم تنقل إلى إنجلترا أين لعب لثلاثة فرق تشارلتون، شيفيلد وانزداي وكرو ألكسندرا. وفي سنة 2009 أمضى الماجيك على عقد مع فريق غلاسكو رينجرز الأسكتلندي الذي حصد معه على لقبين رسميين، البطولة والكأس، كما اختير كأحسن لاعب جزائري وأحسن لاعب عربي سنة 2009. سخرة دفاع الخضر يلعب حاليا مع فريق الأخوي القطري منذ 2011. بداية القائد بوغرا مع محاربي السهرة كانت بمناسبة لقاء زيمبابوي سنة 2004، وهو اللقاء الذي انتهى بتعادل هدف لمثله. كما شارك سخرة الدفاع مع المنتخب الوطني في 43 مباراة، سجل من خلالها 4 أهداف، 2 منها كان حاسمين، الأول أمام زامبيا والثاني أمام بوركينا فاسو في اللقاء الأخير الذي أهلنا إلى مونديال البرازيل. المباراة الفاصلة مع منتخب بوركينا فاسو كانت خاصة وصعبة في الوقت نفسه بالنسبة لقائد الخضر بوغرا الذي يريد إنهاء مسيرته مع المنتخب الوطني بمشاركة ثانية في المونديال، وهو الذي سيبلغ سن 32 سنة 2014. عائلة الماجيك عاشت هي الأخرى المباراة على الأعصاب، حيث فضل كل أفراد العائلتين الكبيرة والصغيرة مشاهدة اللقاء بالمنزل الكائن بمدينة حجوت، أين استقبلونا بصدر رحب وكلهم تفاؤل بتأهل الأفناك إلى المونديال. السلام عليكم، مرحبا بكم، bienvenue chez la maman de Majid Bouguera. Donc Yuma, vous êtes la bienvenue de Zahir TV et Inch'Allah Rebho, c'est le plus important. Donc je vais vous présenter un peu toute la famille Inch'Allah de Majid. الجد والجدة والخال، الأخ سهيل والوالدة، كلهم كانوا تحت الضغط، خاصة الوالدة التي لم تبخل على ابنها بالدعاء. المات إن شاء الله نذبحه، ولا في قلبي نخبيها إن سخبخيز بغتو تلق إن شاء الله، إن شاء الله بإذنه. لا أهدر معي قبل ما مجل زي يا دو سمين إن شاء الله. Ah oui, Makhlaou, monsieur Hadou, Mana. Oui, parce qu'ils ont coupé le portable. C'est normal, ben, ils se renouent, ils ont fait le foot, ils se relaxent, tu vois. Ils ont fait le foot, ils ont fait le foot, ils ont en même temps. Mais, Inch'Allah, Inch'Allah, ils ont fait le foot, Inch'Allah. Je ne sais pas, je vais la surprise. Bah. إن شاء الله ربي كاع معاهم، ربي يعاونهم، ربي يكون معاهم إن شاء الله يا رب العالمين. إن شاء الله ننجحوا في وسط الأديان إن شاء الله. بنتي لا غومير تاع المجيد إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله يربحوا يفرحونا، إن شاء الله أنا ولد تلبية هو السبع تاعها، إن شاء الله لعب الكرة الله إن شاء الله يعلي شانو، إن شاء الله يجيب لنا الخير إن شاء الله لبلادنا، إن شاء الله كاع وليداتنا وليدات المسلمين، إن شاء الله ربي ينجحوا إن شاء الله ونفر إن شاء الله يا رب. الحمد لله رب العالمين اللي ربي زكى لي في عمري هذا الوقت اللي لحقت له، وراني نشوف في أحفادي ولاد ولاد ولادي يجاهدوا كما جاهدت وعلى رأسهم بوغرا، لأن ربيتهم وأنا اللي ربيتهم صغار وعلمتهم الوطنية ودرت لهم المحبة في قلوبهم تاع الجزائر وعلمتهم الدين الحمد لله. ويعني مجيد بوغرا هذا
راه يجاهد كما جاهدت انا، ما فيها والو يعنيك. ونطلب رب العالمين، نطلب رب العالمين ينصر الجزائر كما نصرها الجدود، والله ينصر الجزائر. تبارك الله فيكم. ان شاء الله ننتصروا اليوم ونربحوا ونطلعوا الاعلام تاعنا عالي في البرازيل. ضغط ممتزج بمؤازرة العائلة التي لم تتوانى عن الاحتفال حتى قبل إعلان الحكم دياتا عن بداية اللقاء. نرجع نرفعو 1-0 2-0 با دو بليس معليش، ان شاء الله نكاليفو 2-0 الهضره في الصومبا، ان شاء الله نربحو 1-0. سوداني 2 سليماني 1 بيت 1-2-3 فيفا لالجيري، ان شاء الله نربحو 3-1 وان شاء الله نروحو البرازيل 1-2-3 فيفا لالجيري، ان شاء الله يا ربي رانا في البرازيل 1-2-3 فيفا لالجيري، ان شاء الله يا ربي الفوز ومتاهلين للمونديال ان شاء الله تاع البرازيل يا رب امين 1-2-3 فيفا لالجيري. الصمت والترقب، التركيز وكثرة الدعاء هي الصفات التي ميزت منزل عائلة بوغرا طيلة فترات اللقاء. أنا مقلقين، أنا شادين في الله، إن شاء الله بإذن الدوزيام ميتا نجيبوها، إن شاء الله ربي معاه يدخلوا، إن شاء الله يدخل البيت. Beaucoup stressé encore, quoi. Donc là, ça se débloque pas. Ils ont tout fait pour essayer de marquer. Apparemment, ils sont un petit peu tendus, normal par rapport à l'enjeu. Inch'Allah, ya Rabbi, ils trouvent la faille burkinabé. Voilà. Donc on prie Dieu pour y arriver. Et bon, ils attaquent un petit peu trop à gauche. J'espère qu'ils vont rééquilibrer les choses, mais je sais qu'ils se donnent à fond et que les gars, voilà, ils mouillent le maillot. Inch'Allah, ya Rabbi, la mine, qu'on puisse au moins mettre ce but. Et on verra 45 minutes, inchallah. La prestation des joueurs en général, ils essayent de mettre le premier but, c'est le plus dur. Donc après, individuellement, on ne peut pas parler forcément d'individualité, parce que là, c'est un groupe. Majid, bon, il a pris un petit carton jaune, mais bon, comme on dit, il faut montrer qu'on est sur notre territoire. Donc maintenant, je pense que le groupe, ils ont les moyens largement de marquer. Et je pense que je n'ai pas de doute par rapport au fait qu'inchallah, qu'ils marqueront, puisque c'est une équipe qui aujourd'hui est construite. باليما على الجهه اليمنى، باراندي ديغري على الجهه اليسرى، ياكو كوني في كثير من المفاجات على راسها الحارس محمد لامين الزرموش الذي الدقيقة 49 من عمر المباراة، منزل العائلة ينفجر من شدة الفرحة، الحفيد والابن والاخ يسجل هدف المنتخب الاول وسط فرحة عارمة داخل البيت. باقي أطوال اللقاء تابعها أفراد العائلة على الأعصاب حتى إعلان الحكم عن نهاية المباراة،
معلنا عن تأهل الخضر للمرة الرابعة في تاريخهم. الابن يسجل ويؤهل الجزائر. مجيد مفخرة العائلة ومفخرة الجزائر. أنا فرحنا اليوم والله 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 ما حبيت نقولها لكم، شديتها في قلبي بصح عرفتها وليدي جيبها لكم كيما الأولى، أنسى البيت وراحوا المونديال. مجيد على البيت الله يعطيه الصحة فور وفور. أنا من قبيلة تهدرت لي باللي نربحوا 1-0 إن شاء الله بربي وروحوا البرازيل وصدقة صح. غير كلمة برك المجيد ما قونينيش مجيد. مبروك علينا. نقول لكم مبروك عليكم، الحمد لله كي ربحنا وسختو سختو كي سجلها مجيد براسو كيما المرة اللي جازت. أهلا شرفتونا وتحية الجزائر والبيت تاع مجيد ما نساوهش كي هنا كي ليه. يا مجيد الله يحمر وجهك كيما حمرت الشعب الوجه. الله يعطيك ورثت منا، الله يعطيك رستنا دعوة الخير تاع جداك إن شاء الله وين تروح رابح إن شاء الله رابح. الحمد لله والشكر لله والنصر للجزائر. On a gagné, on est au Brésil. J'avais aucun doute sur sur inshallah la faille. Rabbi subhanahu wa ta'ala nous a donné une petite dédicace pour Anta Yahya parce que je me souviens au Ballon d'Or, Anta Yahya l'avait dit qu'il avait mis le but là où le shaitan il pouvait pas l'attraper. Donc aujourd'hui c'est un but un peu entre guillemets chanceux, mais alhamdoulilah 1-0 qui met Oum Dorman, ça suffit. Alhamdoulilah Rabbil Amin. Allahu Akbar. Ou Tahia Tazel, 1-2-3 vers l'Algérie. One, two, three, vive l'Algérie. فرحة قابلها خروج الملايين من الجزائريين إلى الشوارع محتفلين بهدف الماجيك وبالتأهل. الفرحة كانت حاضرة بشوارع فرنسا أين خرج الآلاف من الجالية الجزائرية إلى شوارع باريس للاحتفال بتأهل الخضر إلى المونديال. وقد شاءت الأقدار أن يقود الماجيك الخضر للمرة الثانية إلى كأس العالم بهدفه الذهبي وإرادته القوية ليبقى 19 من نوفمبر تاريخا راسخا في حياة النجم مجيد الذي تسلق على درجات المجد. جزائر أمة وحدة يا ربي يا